تمام، هنكمل ان شاء الله في سيكشن النهارده على تصميم المين جردر في الجزء بتاع التشيكات اللي كنا بنعمله الاسبوع اللي فات. تشيك اوف لا تعطوش باكلينج. الاسبوع ده ان شاء الله هناخد التشيك اوف ويب باكلينج ديو تو بيور شير وبيور مومنت. المثال بتاعنا اللي بدانا بيه الاسبوع اللي فات ده له سترينج اكشن اللي هو كان كاميرا على 27 متر 9 بانل. حسبنا سترينج اكشن الاميدز لافز امباكت وكودز لافز امباكت والاميدد. مطلوب مننا في السكشن النهاردة كمسألة منفصلة إن احنا نشيك على الويب نتيجة البيور شير والبيور مومنت. القطاع بتاعنا اللي توصلنا ليه المرة اللي فاتت كان القطاع على عرضه 60، سمك الفلانج فيه 5، ارتفاع لوب 270، سمك لوب 1.4. شيكنا على التنشن ووقفنا لحد هنا وقلنا دي مسألة لوحدها. خدنا التشيك اوف لا تعطش عن باكلينج ودي زي ما قلت لك برضه مسألة منفصلة. بعد كده التشيك الأخير اللي هو تشيك اوف ويب باكلينج يوتيوب يور شير وبيور مومنت. ان شاء الله في سيكشن النهارده ناخد اول واحد وتاني واحد، وهيبقى في سيكشن مسجل ان شاء الله او سيكشن الاسبوع الجاي اللي هو تشيك اوف كومبايند. رقم واحد اللي تشيك اوف شير وتشيك اوف بندنج. مبدئيا كده احنا عايزين نشيك على ايه؟ عايزين نشيك على الويب. الويب بتاعنا ده هل هيحصل له باكلينج ولا مش هيحصل له باكلينج؟ طب الباكلينج ده مش مرتبط بالكمبريشن، يعني عشان اقول القطاع بتاعي ده اتولد عليه باكلينج او حصل له باكلينج لازم يكون معرض لقوة ضغط. تمام، هو هنا في المسألة بيقول لي ايه؟ شيك عليه نتيجة الشير ونتيجة المومنت. نتيجة المومنت الجزء العلوي من الكاميرا معرض لقوة ضغط، زي ما احنا عارفين ان متولد علينا عزم بوزيتيف بيولد شد تحت وضغط فوق، فالجزء النص العلوي من الكاميرا معرض لضغط، فانا كده كده عارف ان اللوب بتاعي في الجزء العلوي معرض لضغط. تمام، يبقى كده جزء البندنج انا هتاكد ان اللوب بتاعي المعرض لضغط ده القوه اللي عليه سيف ولا انسيف، ده اللي هعمله دلوقتي. الحاجه التانية الشير، هي ازاي اصلا قوه الشير بتولد ضغط على الكاميرا؟ ازاي قوه الشير اللي موجوده دي بتولد ضغط على الكاميرا، يعني بتولد ضغط على الويب؟ حد عنده فكره؟ يعني البندنج عارفين شد تحت وضغط فوق عارفينها، انما الشير بقى بيولد ازاي ضغط على الكاميرا او ضغط على الويب بتاعي؟ عن طريق اي المحصلة بتاعتهم الاليمنت بتاع الشير بيتزن مع نفسه، يعني كاليمنت لو أثرت عليه في شير القوة بتتزن يمين وشمال وفوق وتحت مع نفسها. المحصلة بقى بتاع القوة العمودية ديت أعتقد هي اللي ممكن تعمل شد وضغط على الويب. تمام، نتيجة حاجة اسمها ايه؟ الشير فلو. الشير في الهواء هو ده بالظبط. تمام، انا مش عارف يا مروان انت مستواك اعلى منهم ولا ايه، بس انا خايف بس ايه الكلام اللي كنت اللي بتقوله يكون هما مش واصل لهم. الشير فلو، حد عارف الشير فلو؟ اللي هو تأثير الالتزام بتاع قوة الشير وبتاع يمين وشمال، بتولد القوة بتعمل التزام، القوة دي بتعمل محصلة كمان، المحصلة دي بتضغط الويب. تمام، انا ممكن ارسمها لكم كده سريعا. لو دي مثلا شريحة كده خدناها بشكلها، ظهر قدامكم الأول ولا مظهرش؟ ظهرت يا هندسة. تمام، فمبدئيا كده المومنت تبقى عامل كده. تمام، بقى كده في النص مثلا لو ده السنتر لاين،
فالمومنت بيعمل ايه؟ بيعمل كومبريشن في الجزء العلوي ده، قوة ضغط يعني، هيعمل انبعاج للويب لو الويب بتاعك ضعيف، تمام؟ فده كده تأثير ايه؟ البندنج. طب الشير، الشير بتاعك مثلا لو اتجاهه المنظر ده كده من الشير فلو، هيحصل ايه؟ هيحصل توالد قوة تانية كمان بالمنظر ده كده، تمام؟ يعني دي كده القوة الرئيسية بتاعة الشير، يمين وشمال القطاع، تمام؟ اللي هي دي ودي، تمام؟ هيحصل لها ايه؟ هتولد الشير فلو اللي هو اتزان مفيش حاجة معاهم. خالص، ايه؟ مفيش حاجة ظاهرة، المومنت اللي ظهر بس. على لا، الشمال، على شمال المومنت حرك الورقة البيضة يا حرك مروان. الورقة. طب يمين ولا شمال تمام، أحسن؟ شمال. طيب خلاص، ظهر شمال، كده خالص، هي الورقة بس هتتحرك. تمام. ايش يا عم مروان؟ ماشي، كمل. زي ما قلت لكم، الشيف لو هيتولد هنا من فوق وتحت كده بالمنظر ده في اتجاهين برضو متعاكسين. ده ينتج عنه ايه؟ هينتج عنه ان هيتولد محصلة للقوتين دول مع بعض بالمنظر ده كده، تمام؟ هيتولد كده قوة محصلة للاتنين مع بعض. القوة دي ايه؟ بتضغط الويب في المنطقة كده اللي في النص هنا دي من الويب، هتبقى معرضة للباكلينج، معرضة للانبعاج، تمام؟ يعني عندي قوة الشير اتولد عليها قوة تانية أفقية محصلة للشير فلو بقى اللي حصل ده، هيتولد عليه قوة كومبريشن تضغط الويب ده. ايه ده؟ اتولد قوة ضغط نتيجة الشير؟ قال لك اه، اتولد قوة ضغط نتيجة الشير. فعشان كده لازم برضو تشيك على الشير ان هو مش هيعمل باكلينج للويب بتاعك. طب الباكلينج ده يحصل فين؟ في الجزء العلوي برضو من الكاميرا ولا الجزء السفلي؟ قال لك ده بقى ايه؟ ده هنا في المنطقة دي الاستريس هنا منتظم على كامل الويب، فما فيش بقى علو وسفلي. يعني لما تيجي تشيك هتشيك على الكاميرا كلها، على الدبس كله. في البندنج الجزء العلوي، انما في البتاع دي في الشير لا، كله زي بعضه، لان قوه الشير منتظمه من الاول للاخر، تمام؟ فدي ايه؟ الاستريس اتولد عندي مره من الشير ومره من المومنت، تمام؟ هناخد كل واحد فيهم النهارده ونشيك عليه ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله في سيكشن الكارتلمنت هناخد الاثنين مع بعض، تمام؟ النهارده هناخد البيور شير والبيور مومنت، وفي الكارتلمنت هيبقى ايه؟ الكومبايند الاثنين مع بعض، تمام؟ نوقف ده. ظهر قدامكم كده البرزنتيشن بتاعنا، سوري يا فندم. تمام؟ اول حاجه زي ما اتفقنا من شويه، هنصمم ايه؟ على البيور شير. البيور شير بيعتمد طبعا على الاستفنارات، هل انت بتستخدم كام استفنر؟ انا مبدئيا كده هعرف ازاي ان انا مستخدم استفنر هوريزونتال ولا مش هوريزونتال؟ هعرف ازاي؟ قال لك من ايه؟ من الاسبان بتاع الكاميرا. فلو مثلا اسبان الكاميرا بتاعك ده اقل من 15 متر، يبقى ساعتها ايه؟ هتكتفي بس بالفيرتيكال ستيفنر. يبقى انا لو الاسبان بتاعي اقل من 15 هكتفي بالفيرتيكال ستيفنر. لو الاسبان بتاعي ده ما بين 15 و 28، هستخدم فيرتيكال ستيفنر وهورزونتال ستيفنر على ارتفاع من 25 ل 20% من ارتفاع الهوب من فوق. يعني اجي كده من فوق كده انزل 25 ل 20% من ارتفاع الهوب لتحت، واحط ايه؟ احط هورزونتال ستيفنر، تمام؟ بعد كده ايه؟ لو الاسبان بتاعي كبر بقى اكبر كمان من 28، يبقى ساعتها كده هستخدم فيرتيكال ستيفنر وهوريزونتال ستيفنر على ارتفاع من 20 ل 25 من فوق، وهوريزونتال ستيفنر تاني على نص الارتفاع. يبقى انا كده استخدمت فيرتيكال ستيفنر واتنين هوريزونتال ستيفنر، تمام؟ يبقى كده في اول مسألة بتاعتي، من قبل ما اصمم، من قبل ما اعمل اي حاجة، انا عارف انا هستخدم كام ستيفنر معايا. على حسب ايه؟ على حسب الاسبان بتاع الكوبري. مثلا في الرسمة اللي ناحية اليمين دي موجود فيها ايه؟ الاسبان اللي هو اكبر ب 27، موجود فيها كل الاستفنارات. وطبعا هتلاحظ ان الهوريزونتال استفنر موجود في الجزء العلوي زي ما اتفقنا من شوية. البندنج بيعمل ايه؟ كومبريشن فوق، فاحنا عشان كده بنحط هوريزونتال استفنر فوق اهو، عشان ايه؟ عشان نقوي المنطقة اللي فوق اللي هي ايه؟ معرضة للكومبريشن نتيجة البندنج، تمام؟ احنا كده ايه؟ عرفنا معانا كام استفنر. في المسألة بتاعتنا كان اسبانها كام؟ كان اسبانها 27 متر.
يبقى انا في انهي منطقه؟ انا في المنطقه الوسطى اللي هي ايه، فيها فيرتيكال وهوريزونتال ستيفنر واحد. تمام كده رسمته على ارتفاع مثلا من فوق 54 سنتي او 540 ملي. تمام، ورسمت بقى بقيه العناصر بتاعتي بقى الاستثمارات الفيرتيكال والكلام ده، حطيتها مثلا هنا على مسافه متر ونص. تمام، هبدا بقى التصميم بتاعي. هو انا لما اجي اصمم البيور شير هصممه على انهي منطقه؟ قال لك هتاخد الباكيه الاولانيه والباكيه الاخيره. اشمعنى يعني الباكيه الاولانيه والباكيه الاخيره؟ لان دي المناطق اللي معرضه للماكسيموم شير. عرفت منين يعني يا باشمهندس؟ ما انا رسمت قبل كده الشير وعرفت ان هو معرض ان هو كوبه الشير بتبقى ماكسيموم جنب الركايز. مش لما كنا بنحسب الكيو ديز دافز امباكت كنا بناخد الكيو الماكسيموم عند الركايز ونقعد نقرب الاحمال ناحيه الركايز والكلام ده. فبالتالي انا عارف ان الباكيه الاولانيه دي والباكيه الاخيره عندهم الماكسيموم شير. تمام، طب انا لما اجي اعمل التشيك هعمله فوق ركيز على طول؟ قال لك لا. اشمعنى يعني؟ قال لك لان فوق الركيزه على طول موجود ستيفنر، يعني المنطقه اللي فوق الركيزه مباشره دي عندها الماكسيمم شير، بس موجود فيها ستيفنر. الستيفنر اللي موجود ده هيمنع التشكلات، مش هيخلي اللي يحصل باكلينج في المنطقه دي خالص. امال ايه بقى اللي انا خايف منه؟ قال لك انت بس خايف ما بين المسافه ما بين الستيفنر والستيفنر اللي جنبه اللي هي الباكيه دي اللي عرضها متر ونص دي، يعني مسافه بين الستيفنر واحد والستيفنر اتنين، المسافة بينهم الباكية دي كده، هي دي المنطقة اللي أنا خايف منها. تمام، اللي لو حصل باكلينج على الويب ده هيحصل في المنطقة دي اللي هي المنطقة الفاضية دي. إنما المنطقة اللي فيها الصفنر على طول، اللي المنطقة اللي لازم فيها الصفنر ده، مش خايف منها. تمام، فأنا كده هعمل إيه؟ هاخد الباكية دي اللي في الأول هنا دي ناحية الشمال وأطلعها بره. عرضها كام الباكية دي؟ قال لك عرضها 150 وارتفاعها 270، متقسم لجزئين 216 و54، متقسم لجزئين ليه؟ لان برضو موجود عندي هوريزونتال ستيفنر على ارتفاع 54 سم من فوق. تمام، يبقى انا كده جبت الباكيه الاولانيه وقسمتها جزئين. وانا بعمل بقى التشيك بتاع الشير، هشيك على الحته اللي فوق دي ال 54 ولا شايك على الحته اللي تحت ال 216؟ قال لك لا، شايك على الحته اللي تحت 216. اشمعنى يعني؟ لان دي الحته الكبيره، ده الجزء الكبير. ما اكيد كل ما كبرت كل ما بقى ايه اخطر، يعني كل ما سبت مسافه كبيره كل ما بقى ايه معرض لكمبريشن اكتر. تمام، يبقى انا كده هشتغل على الجزء اللي تحت. الباكيه اللي تحت دي عرضها كام؟ عرضها 150 وارتفاعها 216. هاخد الباكيه دي كده واشيك عليه. هنمشي دلوقتي خطوات وهقول لكم مشيت الخطوات دي في الاخر ليه. اول حاجه في الخطوات اللي هعملها هحسب حاجه اسمها اسبكت ريشيو. اسبكت ريشيو بتساوي العرض على الطول، يعني بتساوي ايه على بي، او دي واحد على دي زي ما تسميها، يعني العرض على الطول اللي هو 150 على 216 بتساوي 0.694. بعد كده هحسب حاجه اسمها باكلينج فاكتور فور شير. الباكلينج فاكتور فور شير بيعتمد ايه؟ على حاجتين، يا اما يكون الالفا بتاعتك الاسبكت ريشيو اكبر من واحد، يا اما يكون اقل من الواحد. لو اقل من الواحد هتستخدم القانون ده، الكي كيو بتساوي 4 زائد 5.34 على الفا تربيع. لو اكبر من واحد هتستخدم القانون الثاني، 5.34 زائد 4 على الفا تربيع. تمام، بتشوف الاسبكت ريشيو بتاعتك كام وبتختار على اساسها القانون. تمام، الالفا بتاعتك طلعت بكام؟ 0.694. حسبت منها كي كيو اللي هي بتساوي ايه من القانون الاولاني اللي هو اقل من واحد، تساوي 4 زائد 5.34 على الفا تربيع اللي هو 0.694 تربيع. في النهايه هيساوي كام؟ هيساوي 15.073. تمام، يبقى انا كده عرفت قيمه الكي كيو كام. المفروض بقى بعد كده ايه اتنقل الخطوه اللي بعد كده. بس قبل ما اتنقل بس ايه، في ملحوظه. احنا كده مثلا يجي يقول لك في الشفوي مثلا ولا في سؤال في الامتحان النظري، هو لو عندك العنصر بتاعك ده ما فيش فيه استفنرات، يعني لو عندك الكاميرا بتاعتك دي ما فيش فيها ولا استفنر ان استفند، في الحاله دي تعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي هيبقى الالفا بتاعتك بما لا نهايه. هي مش ما لا نهايه قوي، يعني مش ما لا نهايه بل نهايه. تمام، هتبقى بس برقم كبير. هتبقى الالفا عندك في الحاله دي لو انت عندك ان استفند هيبقى بتساوي العرض على الطول، يعني العرض ده هيبقى مثلا 27 متر في المسألة دي، مثلا 27 متر لو مفيش استثمارات، فيديك رقم كبير قوي للألفا. هتيجي تعوض في القانون هنا
تمام. طبعا هيبقى القانون التاني اللي هو ألف أكبر من واحد، هتلاقي إن أربعة مقسومة على رقم كبير أوي تربيع، تمام، يعني بقى 5.34 زائد أربعة على رقم كبير أوي تربيع، تمام. فبالتالي هتلاقي الترم التاني ده تقريبا بيساوي صفر أو رقم صغير أوي، ففي النهاية يطلع لك إيه، قيمة الكي كيو هتساوي 5.34 زائد رقم صغير أوي، فبنهمل الجر الرقم التاني، ناخد على طول الكي كيو هنا ب 5.34. يبقى في حالة الانستيفند ويب هتبقى قيمة الكي كيو ب 5.34، تمام. دي ملهاش علاقة بالمسألة بتاعتنا، ولكن إيه، ملحوظة بس نبقى عارفينها. نكمل كده المسألة بتاعتنا. المفروض دلوقتي أعمل تشيك. التشيك ده بعمله إزاي؟ بشيك، بتأكد قيمة الديوب على التيوب بتاعتي، ارتفاع اللوب على الديوب على التيوب، ارتفاعه على سمكه، لو هو أقل من 45 جذر الكي كيو على الإف فيلد، يبقى هقول له إيه كده، خلاص اللوب بتاعي ده سيف في الشير، ومش هكمل المسألة، أقول على طول إن هو شير، واللوب العادي بتاعنا اللي هو 3500 فيلد، تمام. ده بتاع الشير العادي اللي هو ديوب على تيوب، اللي هو قيمة الشير على ديوب في تيوب والكلام ده، أقل من أو يساوي 3500 فيلد اللي هو تشيك الشير العادي. طب لو هو بقى طلع أكبر من 45 جذر كي كيو على فيلد، يبقى في الحالة دي مضطر تستخدم بقى قانون الكود بتاع الألاوبل، الألاوبل للويب نتيجة البيور شير، وهناخدها دلوقتي. بقول لك كمان في حالة تانية كمان، لو الويب بتاعك ده ما كانش فيه استثمارات، نفس الفكرة برضو ونفس خطوات الحل، ولكن ايه اللي تشيك مختلف شوية. هتتأكد ان الديوب على التيوب لازم يكون اقل من او يساوي جذر 105 على الاف فيلد. لو الديوب على التيوب اقل من الرقم ده، يبقى مش هتكمل، والويب بتاعك ده سيف في الشير، تمام. طب لو هو اكبر من الرقم ده، يبقى انت كده مضطر تحسب الالاوبل بتاعك من القوانين اللي هناخدها دلوقتي، تمام. يبقى دي في حالة ان انا مستخدم استثمارات، وفي حالة ان انا مش مستخدم استثمارات. في الامتحان يعني بنسبة 99.999 هنستخدم اللي هو الحل الأولانية بتاعت اللي موجود استفنر يعني، تمام. نرجع كده لمسألتنا. نقسم الديوب على التيوب. الديوب اللي هو 216 على التيوب ب 1.4 هتساوي 154.28، تمام. نحسب ال 45 جذر كي كيو على اف فيلد، هتساوي 45 جذر كي كيو اللي هي 15.073 على الاف فيلد اللي هي 2.8، هتساوي 104.408، تمام. هقارن بقى الرقمين ببعض، هلاقي ان الديوب على تيوب اقل من 104.408، اسف، هتبقى اكبر من الرقم ده. اذا الحاله بتاعتي هنا هيحصل فيها باكلينج نتيجه الشير، تمام. يبقى كده في باكلينج، لان انا طلعت اكبر من ليميت اللي هو حاطط لي، يبقى انا كده مضطر اخش في حسابات الباكلينج. قبل ما اخش في حسابات الباكلينج، بحسب حاجه اسمها سلندرنس ريشيو، لامدا كيو. اللامدا كيو دي بتساوي كام؟ قال لك لامدا كيو بتساوي الدي ويب على تي ويب، او الدي على تي ويب مقسوم على 57 في جذر الاف يلد في مقسوم على الكي كيو، يعني بيساوي كام؟ بيساوي دي ويب على تي ويب اللي هو 216 على 1.4 تي ويب مقسوم على 57 في جذر الاف يلد 2.8 على الكي كيو اللي هي 15.073، تمام. نكمل بعد كده، يطلع بكام الرقم ده؟ هيطلع ب1.167. استفدت انا ايه لما حسبت السلندرنس ريشيو؟ يعني قال لك استفدت ايه؟ قال لك ان القانون بتاع الالوبل بتاعك بداله اللامدا كيو، يعني احنا ما بنعملش حاجه كده لوحدها، لا احنا بنعمل كل حاجه بتعتمد على اللي قبلها. اللامدا كيو بتاعتك دي، من خلال الرقم ده بعرف انا هستخدم انا قانون في الاول. القانون كده مديني معدلات بدالات اللامدا كيو. قال لك لو اللامدا كيو اقل من 8 من 10، اقل من او يساوي 8 من 10، يبقى كيو بتساوي الالاول بيساوي 5 4 35% اف فيلد. لو اللامدا كيو بتاعتك من 8 من 10 ل 1.2 من 10، يبقى الكيو بي الالاول بتاعك بيساوي 1.5 ناقص 0.625 لامدا كيو مضروب في ال 35% اف فيلد. لو اللامدا كيو بتاعتك اكبر من او يساوي 1.2 من 10، يبقى كيو بي بتساوي 9 من 10 على اللامدا كيو في 35% اف فيلد. هعرف منين انا مستخدم انهي حاله؟ من خلال قيمه اللامدا كيو هعرف انا مستخدم انهي قانون، واقعد في تعويض مباشر. في المثال اللي معانا هنا كان اللامدا كيو بتساوي 1.167، يعني ما بين 8 من 10 و1 و2. يبقى انا كده في الحاله الثانيه بحسب
كده قيمة الكيو بي على ان هي بتساوي 1.5 ناقص بوينت 625 لامدا كيو في 35 فيلد، يعني بتساوي 1.5 ناقص بوينت 625 في 1.167 مضروب في 35% في الفيلد 82 بتساوي 0.755 طن على سنتيمتر مربع. تمام، ده كده ايه؟ ده كده الاولبل بتاعي. عرفته منين؟ يعني عرفته من الكود. دي جينا نقف بقى، هو انا ليه اصلا مشيت في الخطوات دي؟ يعني انا ليه مشيت في الطريقه دي او السيستم ده وخطوات الحل دي؟ قال لك ليه؟ لان هنا في المساله بتاعتنا دي عشان احسب قيمه الالوبل، لما انا دخلت الكود كده دورت في الكود قلت له في حاله البيور شيب بعمل ايه يا كود؟ قال لي استخدم المعادله من 3 معادلات دول. قلت له ماشي تمام، الاف فيلد عارفها وكل الكلام ده. لقيت حاجه اسمها لامدا كيو، عشان اعرف اللامدا كيو دي محتاج اعرف ايه؟ قال لك محتاج تعرف حاجه اسمها كي كيو، يبقى عشان اجيب لامدا كيو محتاج اعرف حاجه اسمها كي كيو. تمام، طب وعشان اعرف الكي كيو محتاج ايه؟ قال لك محتاج تعرف حاجه اسمها الاسبكت ريشيو اللي هي الالفا. فعشان كده انا في المساله بتاعتي دي مشيت بالخطوات دي، حسبت اول حاجه الاسبكت ريشيو وجبت منها كي كيو، وحسبت بعد كده وبعد الكي كيو ما جبت الكي كيو حسبت اللامدا كيو، بعد ما حسبت اللامدا كيو حسبت الاول. فهي ماشيه سيستماتيك ورا بعض، انت هتلاقي حتى خطوات المساله ثابته، يعني خطوات المساله دي ثابته ماشيه كده سيستماتيك ورا بعض، الفا كي كيو لامدا كيو الاول ماشيه كده 4 خطوات ورا بعض. تمام، فعشان كده مشيت في الطريق ده من الاول خالص. بعد بقى ما عرفت الاول بتاعي اقدر دلوقتي بقى احسب ايه الاكشوال ستريس نتيجه الشير. الاكشوال ستريس نتيجه الشير بحسبها ازاي؟ قال لك الاكشوال ستريس بتساوي ايه؟ الكيو الاكشوال على الاتش هوبا في كيوب. تمام، طب الكيو الاكشوال هنا بكام؟ الاستريس نتيجه الكيو اكشوال، هل هاخدها بقيمه الكيو ديز دافز الامباكت على طول؟ قال لك لا، قال لك لان قيمه الكيو ديز دافز الامباكت دي موجوده فين؟ دي موجوده فوق الركيزه على طول او على مسافه 1 مللي من الركيزه. طب ما المنطقه دي موجود عندها استفنرات، يعني موجود عندها بيرنج استفنر، موجود عندها اكبر استفنر موجود عندي في المساله اصلا، يعني البيرنج استفنر ده اكبر استفنر موجود في المساله كلها، ده بالتالي ده انا مش خايف منه، مش خايف من المنطقه دي. امال خايف منين؟ خايف من الباكيه اللي جنبه. فاجي كده عند نص الباكيه واحسب قيمه الشير على طول. ممكن بقى اقعد احسبها بقى بالرياضه بقى، واقعد اعمل ايه مسائل الرياضه والكلام ده واحسب قيمه الشير في المنطقه دي، او ممكن بسهوله ايه هقول له ايه ان في المنطقه دي تقريبا يعني بتساوي من 94 ل 95% من قيمه الشير الماكسيمم. يعني هنا في نص الباكيه دي كده ايه قيمه الماكسيمم شير او قيمه الشير بتاعي في المنطقه دي بتساوي 95% تقريبا في الكيو ديتز دافز الامباكت مقسوم على اتش او في التيوب زي ما احنا عارفين، يعني بتساوي كام؟ 95% مضروب في 2221 اللي هو قيمة الكيو ده الزابز امباكت مقسوم على اتش او اللي هو 270 في التيوب 1.4، يعني بيساوي ايه؟ بيساوي 0.56 طن على سنتيمتر مربع. ده قيمة ايه؟ ده قيمة الاكشوال ستريس فين بالظبط؟ في نص الباكية الاولانية. اشمعنى نص الباكية الاولانية؟ لان دي اللي عندها ماكسيمم شير، زي ما انتم شايفين قيمه الشير اهو مرسوم قدامكم. الماكسيمم شير فين؟ في اول باكيه واخر باكيه. تمام، يبقى انا كده عرفت ايه الماكسيمم شير والستريس اللي عمله كام على نص الباكيه دي. اخد بقى الرقم ده قارنه بالالاوبل بتاعي، اتضح لي ايه؟ اتضح لي ان كيو اكشوال هنا اقل من كيو الاوبل، اذا الكاميرا بتاعتي دي او اللوب بتاعي ده سيف اجينست شير. تمام، يبقى انا كده عرفت الخطوه الاولانيه. طب المومنت، تمام المبدئين كده بس، حد هنا حد عنده مشكلة في حاجة؟ حد عنده مشكلة في حاجة؟ تمام يا باشمهندس. تمام، المومنت بقى نكمل كده في المومنت. في المومنت الشكل بتاعه اسهل شويه. الفاكتور اف سيفتي بيساوي ايه؟ الاف كريتيكال على الاف اكشوال، بحيث ان هو يكون اكبر من او يساوي 1.5. الاف كريتيكال ده الاولبل، الاف اكشوال ده الاكشوال ستريس. تمام، فمثلا الاف كريتيكال بتاعنا نبدا نحسب الالاوبل بتاعنا بيساوي كام. قال لك في الحاله دي بقى نستخدم القانون العام. القانون العام ده اللي بينفع مع اي حاجه، يعني حتى بينفع في حاله الشير برضو. القانون ده برضو بينفع في حاله الشير. بيقول لك ايه القانون ده؟ بيقول لك ان الاف كريتيكال بيساوي الكي في الاف فيلد. تمام، الكي دي اللي هي ايه؟ هناخد لها قيم دلوقتي، هناخد اعرف قيمه الكي بكام دلوقتي. احنا كنا بنحسبها فوق على فكره اللي هي كي كيو،
تمام. في الاف اويلر تمام. الاف اويلر ده بقى بيساوي كام؟ بيساوي باي تربيع في الاي على 12 في 1 ناقص الابساي تربيع مضروب في التيوب على البي لكل تربيع. البي ده اللي هو ارتفاع الوب او طول الوب تمام. المسألة هنا ايه؟ المسألة دي قانون عام، يعني المسألة دي بتاع ده معادلة اويلر، دي كده معادلة اويلر. الكي هناخد لها قيمة والاف اويلر عوضنا عنها تعويض مباشر. كده ممكن نعوض هنا بالاي مثلا 2100 والباي تربيع دي نفكها والابساين نفكها ونعوض في كل القيم دي اللي احنا نعوض فيه. لو فكنا كل الارقام دي في النهايه يطلع لي ايه؟ هيطلع لي الاف كريتيكال بتساوي الكي مضروبه في 1898 في التيوب على البي تربيع بعد ما فكنا كل حاجه تمام. وده كده ايه؟ ده القانون بتاعنا بقى اللي نحفظه، لازم يكون اقل من او يساوي 8 من 10 اف فيلد تمام. يبقى ده اللوب. طب الاكشوال ام في الواي على الاي او ام في الاي مضروب في الواي تمام. ده كده الاكشوال، ما فيش في جديد يعني. الكي بتاعتنا بقى بنحسبها ازاي؟ قال لك الكي بتاعتك دي لو انت ما فيش عندك هوريزونتال ستيفنر فالكي بتاعتك ب 23 و9 من 10، والبي اللي هو ارتفاع الوب كله، والواي اللي هو نص ارتفاع الوب اللي هو من عند النيوترال اكسس لفوق يعني تمام. طب لو انا مستخدم هوريزونتال ستيفنر واحد بس، قال لك هنا هيبقى عندك حاجتين، الكي مبدئيا في الابر بليت ب 5، البي بيبقى ب 2 من 10 دي ووب، الواي واحد بتساوي دي ووب على 2، يعني الاستريس بتاعتك بتساوي في الواي اللي هي بتاعت قانون الاستريس اللي هو ام على اي في الواي بتساوي دي ووب على 2 تمام. طب اللور بانل قال لك ايه؟ نفس الوضع اللي هو اللور بانل هنا ايه، كي ب 42 و6، البي بتساوي 8 من 10 دي ويب، الواي 2 بتساوي 3 من 10 اللي هو ايه؟ عند بداية البانل اللي تحت، عند بداية اللور بانل، عند بداية البليت اللي تحت، على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 3 من 10 دي ويب تمام. البي بقى اللي هو الجزء اللي بقى تحت اللي هو 8 من 10 دي ويب. طب واحد يقول لي يا باشمهندس هو احنا ليه ما بناخدش الاستريس اللي تحت؟ يعني دايما بنبص لفوق، ليه دايما بنعمل واي 1 واي 2 لفوق؟ ليه؟ لان الواي واحد واي اتنين هما دول منطقه الكومبريشن، المنطقه اللي تحت دي الشيت تنشن اساسا، المنطقه اللي تحت دي ما بيحصلش فيها باكلينج، المنطقه اللي تحت دي انا مش خايف منها، انا خايف بس من الجزء اللي فوق اللي معرض للكومبريشن، الجزء اللي فوق ده اللي عليه كومبريشن ده اللي انا خايف منه، ده اللي انا بحسب له واي واحد واي اتنين والستريس فوق اف واحد والستريس اف اتنين، ده اللي انا خايف منه، انما المنطقه اللي تحت منطقه تنشن اساسا مش خايف منها ولا بعتبر لها اعتبار، فانا ببص بس ايه على الجزء العلوي تمام. نكمل. لو انا بقى مستخدم 3 ستيفنرز اللي هو فيرتيكال مع 2 هوريزونتال تمام، لك في الاولانيه نفس الوضع، الكي ب 5، البي ب 2 من 10 ديوب، الواي 1 بتساوي دي على 2. طب اللور الكي بتساوي 7.81، البي بتساوي 3 من 10 ديوب، الواي 2 بتساوي 3 من 10 ديوب تمام. يعني صغرت لك شويه ايه الباكيه دي تمام. يبقى انا كده عرفت كل القيم بتاعت الكي، عرفت كل حاجه تقريبا، الباقي بقى تعويض مباشر. يبقى انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني احفظ قيمه الكي دي، لو ما كانتش معطى في الامتحان احفظوها بقى، يعني دي نحفظها قيمه الكي بتاع كل حال تمام. لو رجعنا كده المساله بتاعتنا هتلاقي الموضوع بسيط، يعني انا كده كان عندي مساله فيها هورزونتال ستيفنر واحد بس، فالكي فوق ب 5 والكي تحت ب 42 و6، خلاص كده الموضوع خلص. الواي واحد والواي اتنين نحسبها، ده ديوب على اتنين ده 3 من 10 ديوب. نحسب كده الاف واحد الانية بتساوي ام ديد في الزد لايف امباكت على اي اكس في الواي اللي هي بتساوي 1410 في 100 على اي اكس اللي حسبناها السكشن اللي فات اللي هي او السكشن قبل اللي فات اللي هي 13641 اللي هي 13,641,350 مضروب في نص في 270 اللي هي الديوب على اتنين هيساوي 1.4 طن على سنتيمتر تربيع. ده كده الاكشوال ستريس. طب الالاوبل ستريس هو قانون واحد، كيف في ال 1898 في التيوب على بي تربيع اقل من او يساوي 8 من 10، الكيب كام؟ الكيب 5 في 1898 في التيوب اللي هو 1.4 في البي اللي هو الارتفاع اللي هو 54 تربيع، بيساوي كام؟ بيساوي 6.38 طن على سنتيمتر مربع تمام. تمام كده خلاص تمام. هقارنه بكام؟ هقارنه ب 8 من 10 فيلد، 8 من 10 في 2.8 اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي 2.24 طن على سنتيمتر مربع
يبقى كده الاف كريتيكال بتاعي طلع اكبر من 8 من 10 فيلد، فاخده بيساوي 8 من 10 فيلد على طول، اللي هو 2.28 2.4 2.24 طلعنا على سنتيمتر مربع. هحسب بقى الفاكتور اوف سيفتي بتاعي، هقسم الاكشوال الاولبل على الاكشوال 2.24 اللي هو الاولبل على الاكشوال 1.4 من 10 بيساوي 1.6 من 10، طلع اكبر من 1.5 كده يبقى كده سيف. تمام، هتلاحظ طبعا الموضوع بسيط جدا، يعني مجرد ما انت عارف قيمه الكي هتعوض في معادله الالابل على طول، مش هتعمل زي فوق بقى تقعد تحسب كي كيو والكلام ده، لا الكي عرفتها على طول هتعوض في قانون تعويض مباشر. تمام، لو طلع بقى معاك انسيف هتعمل ايه؟ لو طلع معاك انسيف كده ممكن تكبر سمك الويب بس في حد اقصى ايه 1.4 من 10، ما تزيدش عن 1.4 من 10. طب لو برضو وصلت 1.4 من 10 وما سيفش هعمل ايه؟ قالك ممكن تزود عدد الاستثمارات، تقطع الاستثمارات. تمام، هتقلل لك ايه المسافات دي وتظبط لك الدنيا شويه، برضو ما نفعتش هعمل ايه؟ وده حل تاني بقى اللي هو ايه، اللي هو اكبر ايه، ازود الاف فيلد. تمام، اعلي الاف فيلد بتاع البتاع بتاع المساله بتاعتي، بس ممكن في الامتحان يكون هو فرض عليا الاف فيلد بكذا فممكن ما اعرفش اغير. طب ايه الحل اللي بعد كده؟ الحل اللي بعد كده مضطر بقى اسفا تكبر انيرشيا بتاعت الكاميرا، تكبر الاي دي، ترجع بقى تزود السمكات بتاع الفلانج بقى، ولا تستخدم اديشنال بليت، ولا تقعد بقى تكبر بقى في الانيرشيا بحيث ايه ان هي تقلل لك الاف واحد دي اللي هي الاف اكشوال، بحيث ساعتها الفاكتور اوف سيفتي يزيد ان المقام هيقل. إيه تمام، تاني الاف اكشوال يا رب هيقل، الاف اكشوال هيقل وبالتالي الفاكتور اوف سيفتي هيزيد، يعني المقام ده الاف اكشوال اف واحد هتقل لان الاي اكس بتزيد فالاف واحد هتقل. تمام، فدي كده كل الحلول قصادك، يعني اخرها طبعا انك تكبر ايش، تكبر بس السمكات وتكبر السمك الفلانش وتستخدم اديشنال بليد بقى او تعمل اللي تعمله لحد ما تكبر ايه الاي بتاعتك. طبعا مش تكرر حل المساله تاني، انت مجرد بس هتكتب له ايه الحلول دي. تاني بقى الاف 2 اللي هو اللور بليت او اللور بانل، شيكنا كده على البانل اللي فوق، هنشيك كمان على البانل اللي تحت ده اللي هو البليت اللي تحت. الاف 2 بتساوي ام في الواي على اي، الام اللي هي 1410 في 100 مقسومه على الاي بتاعتنا مضروبه في 3 من 10 الديوب، 3 من 10 270 بيساوي 0.837 طن على سنتيمتر مربع. الاف كريتيكال او الالاوبل بيساوي كيف اف 292 في تيوب على بي تربيع، اقل من او يساوي 8 من 10 الاف فيلد. الاف كريتيكال هنا برضو بتساوي كام؟ 42.6 مضروب في 1898 في التيوب اللي هو 1.4 من 10 على البي هنا في الحالة اللي تحت اللي هو 216 هيساوي 3.39 طن على سنتيمتر مربع. هقارنه ايه بال 8 من 10 اف يلد، 8 من 10 في 2.8 بيساوي 2.24 طن على سنتيمتر مربع. تمام، نعم يا هندسة. ماشي تمام. ثانية واحدة كده خليكم معايا. ماشي نكمل. هنا برضو الاف كريتيكال طلع اكبر من ال 8 من 10 اف يلد، فانا ايه هاخدها بتساوي 8 من 10 اف يلد، يعني بتساوي 2.24. هقسم بقى الاكشوال اسف الالوبل على الاكشوال، الالوبل اللي هو 2.24 على الاكشوال اللي هو 0.837 يساوي 2.67 اكبر من الواحد ونص، يبقى كده الكاميرا بتاعتي سيف. وبقى انا كده خلصت التشيك بتاع الكاميرا على البيورشير والبيرموت. هل حد عنده مشكلة كده؟ موضوع بسيط يعني، هتلاقي حتى الخطوات سيستماتيك ماشية ورا بعض. حد عنده مشكلة؟ نكمل. ماشي تمام. بس كده في احيانا كده الدكتور محمود بيجيب لنا مسألة نظري او سؤال نظري بالمنظر ده كده، بيقول لك ايه السؤال ده مثلا بيجي سنة أو سنة أو سنتين وسنة كده، يعني بيقول لك إيه إن معاك مثلا أربع بليتات بالمنظر ده كده، بيقول لك ألفا الأولانية ب 25% وألفا التانية ب 75% وألفا التالتة بواحد 25 والتانية والرابعة بواحد 75. مطلوب منك إيه؟ مطلوب منك إنك تقول لي
انهي حاله فيهم هتطلع لي الاف كريتيكال الاقل، يعني انهي حاله فيهم هتطلع لي اف كريتيكال الاقل نتيجه الشير، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ تمام. وداني كده قال لي الفا بكذا وكذا وكذا، اربع قيم للالفا. تمام. مبدئيا كده عشان بس اعرف اقارن ما بين الرقمين دول او ما بين الاربع حالات دي، مش هينفع اقارن ما بينهم كده، لازم اثبت المساحه بتاعتهم. ازاي يعني؟ يعني بيقول لك عشان تعرف تقارن ما بين الرقمين دول او ما بين الاربع بلكتات دول، لازم تعمل يعني لازم تثبت حاجه فيهم. مبدئيا هما ما لهمش علاقه ببعض. ايه علاقه الاربع بلكتات ببعض؟ ما لهمش علاقه. طب ازاي هعمل عامل مشترك ما بينهم الاربعه؟ قال لك اخلي المساحه بتاعت الاربعه متساوي. تمام. يعني هاجي كده في الاربع بلكتات واخلي مساحتهم متساوي. مثلا هنا فرضتها بايه؟ فرضتها بدي تربيع على اربعه. تمام. بحيث ايه؟ هخلي كل الابعاد دي نسبه من الدي. في النهايه ايه؟ ان العرض في الطول هيساوي دي تربيع على اربعه. يبقى كده رقم واحد ان العرض في الطول بيساوي ايه؟ دي تربيع على اربعه. واثبت بقى، اقول ان الاربع بليتات بتوعي كلهم مساحتهم دي تربيع على اربعه. تمام. يبقى انا كده جبت البليتات ثبتت فيهم المساحه، وقلت ايه؟ ان الالفا بتاع كل واحده فيهم كتبتها فوقهم كده. طب الابعاد بقى، الطول والعرض، هعرف الطول والعرض ازاي؟ قال لك مثلا هتفرض العرض بايه والطول ببي، وعندك كده ايه؟ معادلتين. اول معادله ان الاي في البي بتساوي دي تربيع على اربعه. تمام. تاني معادله ايه؟ تاني معادله ان الاي على البي بتساوي مثلا هنا في الحاله الاولانيه 25%. يبقى انت كده معاك معادلتين لقيمه الاي والبي، معادلتين الاي والبي. هتجيب الاي والبي بدلاله الدي، يعني الاي بتساوي حاجه في الدي والبي بتساوي حاجه في الدي، بحيث ايه؟ الحاجه الوحيده اللي معاك هو ايه؟ هو قيمه الدي بس. وتكرر نفس الموضوع في الحاله الثانيه برضو، والحاله الثالثه والحاله الرابعه وهكذا. هتلاقي ان قيم الاي في البي بتساوي المساحه، الاي على بي بتساوي قيمه الالفا في كل حاله فيهم. تمام. صعب الموضوع ده مروان؟ صعب الموضوع ده؟ لا تمام هندسة، مفيش مشكلة. تمام. هنثبت المساحة، هنخلي الـ A في الـ B بتساوي المساحة، والـ A على B بتساوي الألفا بتاع كل حالة. تمام. نبدأ كده إيه؟ نقارن بقى، نحسب الـ F allowed بتاعنا. هنا بقى إيه؟ هستخدم القانون العام، يعني هنا هرجع بقى للأصلي بقى، عمك أويلر بقى والقوانين بتاعته. أول حاجة إن الألفا بتاعتي هنا أقل من واحد، هحسب الكي كيو اللي هي 4 زائد 5.34 على ألفا تربيع، يعني ألفا تربيع أشيلها وأحط 25% تربيع، هتديني 89.44. أرجع بقى للقانون بتاعي الأصلي اللي هو كي في 1898 في تي ووب على بي تربيع. الكي اللي هو كام؟ 89.44 في ال 1898 في التي ووب على الدي. البي هنا شلتها وحطيت الدي، لأن إيه؟ البي هنا هو الارتفاع او الطول. تمام. انا فرضته بدي فاخده برضو بدي زي ما هو. فتمام، انا كده حسبت الالوبل للمعادله الاولانيه بدلاله الدي. المعادله الثانيه الالفا فيها ب 75% برضو اقل من الواحد، احسب نفس القانون 4 زائد 5.34 على الفا تربيع اللي هي 0.75 تربيع، هتديني 13.493. اعوض بقى كده في المساله بتاعتي الكي ب 13.493 مضروب في 1898 في التيوب على الدي على جذر 3 اللي هو في الحاله الثانيه اللي هو دي في 1 على جذر 3. تمام. هعمل ايه هنا بقى؟ قال لك طلع جذر 3 دي بره، طلعها بره خلاص، بره القوس. تمام. فطلع جذر 3، جذر 3 دي مربعه، مقام المقام بسط، فتطلع فوق، فتلاقي في الاخر ايه؟ الثلاثه دي طلعت فوق، يعني هي كانت جذر 3 ربعتها بقت 3 وطلعتها فوق وخدتها بره القوس خالص، فبقت 3 في 13.493 اللي هي بتساوي 40.48 مضروبه فيه في القوس بقى بتاعنا اللي هو 1898 في التيوب على دي تربيع. نفس الموضوع تاني اكرره للويب اللي هو البليت التالت. الكي الالفا هنا اكبر من 1 و25، يعني الالفا هنا اكبر من 1، الفا بواحد 25% يعني اكبر من 1. نعوض في القانون الثاني اللي هو كي كيو بتساوي 5.34 زائد 4 على الفا تربيع، الفا اللي هي 1.525 تربيع بتساوي 7.9.
نعرف القانون 7.9 في 1898 في التيوب على الدي. الدي دي مقسومة على جذر 5 اللي هو ارتفاع الويب اللي هو دي في 1 على جذر 5 مقام المقام بسط. يعني اطلع الخمسة دي كده بره يبقى 5 في 7.9 في 1898 في التيوب على دي تربيع اللي هي بتساوي 39.5 في 1898 في التيوب على دي تربيع. الحالة الأخيرة نفس الفكرة برضو، ألفا بسبعة 75 يعني أكبر من 1 يعني أحسب الكي كيو 5.334 زائد 4 على 1.75 تربيع، يبقى كي كيو كيو كريتيكال بتساوي كي في 1898 في تيوب على بي تربيع يعني بتساوي 6.646 في 1898 في تيوب على دي على 7. الدي على 7 دي اللي هو ارتفاع الهوب الأخير. برضه مقام المقام بسط اطلع السبعة بره واضربها في 6.646 تديني 46.523 مضروب في 1898 في تيوب على دي تربيع. تمام، بعد كده ايه اكتب الاربع قواعد تحت بعض لكل حالة فيهم. من وجهة نظرك يعني كده انهي واحدة فيهم اللي تديني اف كريتيكال قليلة؟ انهي حالة فيهم اديتني اف كريتيكال قليلة؟ ألفا بواحد وربع. تمام، الفا بواحد وربع. ليه؟ انا ثبتت القوس، انا القوس ده مشترك ما بينهم، اللي مختلف بس هو الرقم اللي بره. فاللي اديتنا لو القليل هو الحاله بتاعت التالته دي اللي هو 1.25% اللي هو الكيو كريتيكال بتساوي 39.5 مضروبه في القوس. تمام، ودي فائده ان انا ثبتت كل حاجه، ثبتت دي والكلام ده عشان اقدر اقارن بسهوله ما بينهم. يعني بقول له ايه ان الحاله الاخيره دي هي ايه، هي الحاله التالته دي هي الكريتيكال يعني. بس كده افرض بقى مثلا ايه قال لك علق على النتائج، هو ليه الحاله دي هي الكريتيكال؟ حد يعرف؟ او مثلا من ملاحظاتك في الاربع حالات دول كده، يعني في الملاحظات بتاعتك انهي الفا مثلا او انهي قيم اللي بتلاقي عندها الالفا قليله، او بتلاقي عندها انهي قيم الفا اللي تديك اللوب القليل من ملاحظاتك مثلا الارقام دي كده؟ اللي فيها الاي واحدة كبيرة لو هتلاحظوا، بس بص على القيم كده، عندك فكرة يا مروان اللي فيها الاي كبيرة يا باشمهندس؟ هي القيم صغير كل ما بزيد المسافة ما بين الاستثمر يعني بزود عرض البانل القيم بتقل وبعدين علي التاني مش عارف السبب ايه بس دي الملاحظة اللي مش خدت بالي منها. تمام. وزي ما زميلك الاول قال لك برضو المسافة ايه، الحاجات دي بتفرق، الالفا بتعتمد على المسافة ايه. كلام مظبوط جدا، بس هتلاحظوا بقى من النتائج اللي قدامكم دي، النتائج اللي قدامكم زي ما مروان قال كده، قال لك ايه هي بتيجي بتعلى في الاول بتبقى عاليه عند 25% عماله بتقل كل ما بتزيد، وفجأة رجعت تاني ايه تزيد تاني. هي بتزيد امتى وبتقل امتى؟ قال لك بتقل كل ما بتقرب من شكل المربع. ايه شكل المربع ده؟ اللي هو الفا بواحد. يعني هي عماله بتقل 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 لحد ما توصل لواحد، وبعد كده ترجع تزيد تاني. الرقم اللي في النص ده اللي هو الواحد، الالفا بواحد. واخدين بالكم؟ فدايما كده اقول لك ايه الحاله الكريتيكال دايما في البيور شير هي الحاله اللي على شكل مربع. تمام، ما يفضلش انك تعمل شكل الويب بتاعك على شكل مربع، انك تقسمه على شكل مربع. تمام، ليه؟ هو بيقول لك كده لما جيت تحسب الالفا والكام دي اديت لك اللوبل قليل، اديت لك اللوبل، اديت لك اللوبل بتاعك اقل. يعني الكريتيكال بالنسبه لك لما تخلي شكل الويب بتاعك مربع، كل ما بتقرب لشكل مستطيل كل ما بتلاقي في ايه القيم بتاعه. تمام، ده بس لو طلب منك ايه تعلق على النتائج، لو طلب منك الحل وفي الاخر ايه علق على النتائج دي. فانت كل ما بتقرب من شكل مربع الالفا بواحد كل ما بتلاقي القيم بتقل. تمام يا شباب، وديكم شفت اهو الحل اهو، يعني جربناها مسألة، جربناها كان مسألة وتعويض في القوانين. تمام، حد عنده مشكلة فيها؟ هو احنا هنا هندسة ما استغناش الكيو باكلينج عشان ما نخشش في العكة بتاعة اللامدا كيو والكلام ده صح؟ لا احنا ايه ده القانون العام بتاعنا اصلنا. تمام، تمام. ده القانون العام بتاعنا. فبس كده، انما في الحل العادي استخدم يعني في البيور شيت العادي، لا استخدم القانون بتاع كود القانون التاني. تمام، اللي هي بتاعت الالفا ولامدا كيو والكلام ده. تمام.
ماشي يا شباب، حد كده عنده استفسار في اي حاجة؟ تمام. هو بس حاجة ممكن أكون نسيت أقول لك عليها، بس إحنا إيه أصلا التشيكات دي بنعملها ليه؟ إحنا قبل كده ما كنا بنصمم كاميرات برضو أي وبتاع، بس الكاميرات التانية دي اللي أنت كنت زمان بتصممها بتاعة الجداول كلها كومباكت أو حتى نون كومباكت يا سيدي، يعني مش مشكلة. القطاعات دي كلها بتاعة الكود مش خايف منها أصلا، يعني أنا مش خايف منها إن هي يحصل لها باكلينج ولا بتاع ده، قطاع كومباكت أساسا باكلينج إيه اللي يحصل لها، إنما الباكلينج اللي هو بتاع اللوكال يعني، انما اللاتر توشنال باكلينج ده تشيك لوحده عملناه عشان بس فرقوا بين الاثنين، اللاتر توشنال باكلينج واللوكال باكلينج. تمام. انما هنا في المساله بتاعتنا احنا اساسا مستخدمين ويب نحيف سلندر، القطاعات بتاعتنا سمكتها صغيره، ارتفاع 270 وسمك 1.4، واخدين بالكم؟ فاحنا خايفين منها، يعني خايفين من السمكات بتاعتنا، واخدين بالكم؟ يعني احنا اساسا خايفين من السمكات، خايفين من ان السمكات بتاعتنا ضعيفه جدا، فلازم نعمل عليها كل التشيكات دي. لو انت قبل كده برضو عملت ويب سلندر مثلا في سنه ثالثه، عشان برضو ما تفصلش السيل عن ستيل، هو ستيل واحد، كباري بقى من غير كباري هو ستيل واحد. لو انت كنت استخدمت ويب نحيف وكلام من ده في سنه ثالثه، كنت برضو تعمل التشيكات اللي زي دي نفس الليله برضو. تمام. ولكن لنا قبل كده كنا الموضوع سهل شويه، وكان قطاع الجداول وكلها كومباكت والدنيا لطيفه يعني، وما بنستخدمش دبس كبير، مش مضطرين بقى نعمل كاميرا دبسها 3 متر والكلام ده، ما كانتش بتظهر لنا الحالات دي، ما كانتش بتظهر لنا المشاكل دي. تمام. بس دي حته اللي هقول لكم عليها في اول مساله في اول السكشن. تمام. وده هو كده نهايه السكشن. الويب باكلينج يا باشمهندس تبع اللوكال باكلينج؟ لوكال، انهيار لوكال. غير لوكال. تمام. هو الكاميرا كلها بتتشكل ولا الحته دي اللي انت فيها بتتشكل؟ لا الحتة دي بس. الحته دي انت تتشكل، لما عكس ايه؟ عكس اللاتر توشن باكلينج. اللاتر توشن باكلينج الكاميرا كلها بتلف، الجزء العلوي من الكاميرا كله بيلف من الاول لاخر، مظبوط. واخد بالك؟ يعني الفانشر بتعمل شكل الموجه كده. تمام. تمام يا هندسة. بس نقف التسجيل، حد عنده سؤال في حاجة؟